السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسبوع ده أنا شاركت في مؤتمر عن الذكاء الاصطناعي مع حمامات السباحة، فصديق ليا بيقول لي طب يعني إيه علاقتك أنت بحمام السباحة؟ يعني إن أنا ما سمعتش إن أنت اشتغلت حمام سباحة، يعني ما شفتكش اتكلمت عن حمام السباحة. قلت له أنا في فترة طويلة من حياتي اشتغلت حمام السباحة، ودي كان لها قصة هحكيها لكم، يمكن حد يستفاد منها إن شاء الله. أنا كنت شغال في شركة، وكان معايا صديق ليا في قلب الشركة ديت، هو كان في الموقع، وبعد كده صاحب الشركة بقى في اتفاق بينه وبين شركة تانية ان هو هيصمم لهم حمامات سباحة، يعني داخلين في اتفاقية في مشاريع كتيرة. فبعت يطلب صديقي ده، فصديقي ده جه وهو متضايق. فانا اول ما شفته قلت له خير، انت داخل للمدير وانت متضايق ليه؟ تعالى بس اقعد معايا. فقال لي والله انا يعني عندي قناعة ان الشغل في حمامات السباحة حرام وغلط. فقلت له ايه الادلة؟ فقال لي الادلة انا ما اقتنعتش بيها، يعني حسيت ان هو ممكن يكون في زهد زيادة عن اللزوم او في ورع زيادة عن اللزوم. فقلت له طب انت داخل ايه؟ قال انا داخل اقول له انا مش هشتغل فيها. لو اصر انا مقدم سالتي، انا داخل دي اخر حاجة. فقلت له طب انا عندي فكرة، بدل ما تخش تبقى في مشكلة هتبقى معاك ان انت تعلمني الموضوع وانا هبقى مسؤول عنها في الشركة، تمام؟ يعني انا كنت ماسك القسم اللي انا فيه، وقلت له انا همسك انا الموضوع حمام السباحه دوت، وممكن حتى اسيب القسم لو في شغل كتير في حمام السباحه، بس بدل ما تحصل مشكله وبدل ما تترفد من الشركه او يحصل بينك مشاكل وبين المدير، لان انا عارف ان المدير يعني واخد صفقه كبيره اعتماد ان المهندس ده بيفهم في القصه دي. فقلت له خش قول له عمر هيبقى مسؤول عنها، ولازم تقعد معايا الفتره الجايه تعلمني. التعليم بالنسبه لك في مشكله؟ قال لا مفيش مشكله، مش شايف في شغل. قلت له خلاص، فده الحل ده بالنسبة لك كويس وبالنسبة للشركة كويس، فنتوكل على الله ونعتمد الفكرة. وفعلا ده اللي حصل، وبقيت انا فعلا قعدت فترة طويلة يمكن ما يقرب سنة مسؤول عن شغل حمام السباحة في أي حاجة تيجي في الشركة. وكان ساعات بيجي لنا مشروع تصميم حمام السباحة أولمبيك، حاجة كبيرة، هو المشروع كله كده، أو بيجي مشروع وبيبقى فيه جزء منه حمام السباحة، فكنت أنا ببقى مسؤول عنه. الحمد لله فهمت حاجات كتير جدا، لأن كان في شركات بتاعت حمام السباحة بتيجي تقعد معانا بتعرض المنتجات بتاعتها، فالواحد بدأ يتعلم الفكرة بتاعت حمام السباحة. هو كان مستغرب ليه؟ لأن أنا في الفترة دي كان جالنا مشروع بالفرنساوي، فكنا عاملين نترجم بعض الكلمات. أنا ما يعني كان زمان ليه في الفرنساوي لما كنت في ثانوية عامة، لكن لما خلصت ثانوية عامة كله اتمسح. فكنت بشوف الغرف عشان نشوف التصميمات بتاعتها وكده، فكان أسامي بعض أسامي الغرف لقيته إيه؟ ان هو يعني خمارة ديسكو حاجات كده، يعني ايه فيها شبهة. فسألت ورحت قال لا الغرف دي انا مش شغال فيها، وفي مهندس قال لي انا بالنسبة لي شايف انها مش غلط. فقلت له خلاص الشغل انت فيه انا مش هشتغل في الحاجات دي، انا شغال في الفندق كله، وخليني اخد انا الجزء الاكبر من الشغل، لكن الغرف اللي انا شايف ان فيها حرمانية مش هخش فيها، لان دي هتحسب عنها يوم القيامة إن أنا أعنت على حاجة حرام. فهي الفكرة أنت قناعتك إيه؟ لو أنت مقتنع بحاجة تمام تقدر يعني تقف قدام ربنا تقول والله أنا يعني سألت شيخ، أو إن أنا اقتنعت، أو أنا يعني اللي أنا توصلت ليه اللي ربنا هداني ليه إن الحاجة دي حلال أو الحاجة دي حرام. فخلي كل حاجة لك إجابة جاهزة، ولو الحاجة فيها شبهة سيبها تمام. لو الحاجة انت مقتنع انها حرام ما تبررهاش، يعني لو انا كنت مقتنع ان حمام السباحة دي حرام ما كنتش هقرب لها، لكن انا كنت مقتنع بعد ما سمعت الادلة بتاعت صديقي ديت ان لا يعني ما فيهاش حاجة خالص. وطبعا سألت، ويعني مش انا اللي بفتي، انا مش شيخ ولا عالم، انا بسأل المشايخ، فهم بيقولوا لنا والله الحاجة دي حلال، الحاجة دي حرام، الحاجة دي خل، وبنسأل شيخ يكون فاهم الشغل بتاعنا وطبيعة الشغل بتاعنا، أو أقعد معاه أشرح له الفكرة. لأن فقها ما ينفعش الواحد يبيع أو يشتري غير لما يفهم فقه البيع أو الشراء، ما ينفعش الواحد يشتغل في مجال أو في حاجة غير لما يسأل الحاجة دي في حكم الدين فيها إيه؟ هل الحاجة دي حلال، الحاجة دي حرام؟ ما يعني إحنا عندنا دين، والدين بتاعنا مرتبط بالحياة مش مستقل عنه، مش كله فتاوى في المسجد او في الكنيسه وخلاص، لا في الحياه كلها الحاجه دي صح، الحاجه دي غلط، الحاجه دي حلال، الحاجه دي حرام، لان ربنا هيحاسبك عن كل حاجه، مش هيحاسبك عن الصلاه والصوم بس، هيحاسبك عن الشغل بتاعك. فهي دي سبب ان انا اتعلمت حمام السباحه،
دي القصة بتاعتها. ممكن تكون انت كنت مخطط ان انت تركز على حاجة تانية، لكن الشغل بيجبرك على حاجة تانية، او الحياة بتجبرك ان انت في حاجة تانية تخش فيها غير اللي انت كنت مخطط لها. ف يعني لازم يكون في مرونة شوية، ان انت مثلا عامل حسابك ان انت هتبقى كذا وبعد كده كذا وبعد كده كذا، لكن تفاجأ ان الشركة بتاعتك دخلت في مجال تاني او حصل احتياج لحاجة تانية، فلازم انت تكون عندك مرونة في الخطة بتاعتك، الاساسيات بتاعتها صح، لكن المرونة بقى في الفروع بقى، ان انت لا هتعلم دي هتعلم دي لحد ما تبقى يعني بتقدر ان انت تتعلم كل يوم حاجة جديدة، والحاجة دي تقوي المعرفة بتاعتك ان شاء الله.